السلام عليكم. ازاي نتحكم في الوان العناصر الموجودة هنا وازاي نتحكم في الوان الخلفية؟ لو جينا هنا في الالوان هنلاقي الار جي بي، دي الالوان العادية، الاليفيشن زي ما انت شايف حسب الارتفاع بتاع العناصر. تمام، لو احنا خرجنا بره هتلاحظ الموضوع ده اكتر، او ممكن تقول لا ده حسب القيم الفاليو بالشكل دوت. النورمال ده السكان لوكيشن، دي كلها اختيارات بتحدد شكل العناصر نفسها. طب ازاي يتحكم في شكل الخلفية؟ هاجي هنا اقول له الباك جراوند انا عايزها سوليد يعني لون واحد، تمام، فبختار ان مثلا تبقى باللون دوت زي ما انت شايف، اي لون انت بتختاره وليكن مثلا اللون ده، هقول له اوكي. تمام، طيب انا عايز اختار لونين فاختار اللون ده مثلا، هقول له ده خليه بالشكل دوت. اللون اللي تحت هقول له خليه مثلا بالشكل دوت، فتقدر تتحكم وتختار بين اللونين دول. تمام اهو، بالشكل دوت.